بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي كويت بلاس أينما كنتم أسعد الله مساكم، لكم مني أطيب التحايا، محدثكم غزاي العنزي. نتمنى متابعة طيبة لكم عبر هذه المباراة، بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة ما بين الكويت والشباب، والمباراة المقامة ضمن الأسبوع الثاني للفريقين. الكويت التقى أمام الجهراء في أول مبارياته، فاز بثلاث أشواط لا شيء. الشباب خسر مباراة الأولى أمام كاظم ثلاثة لا شيء. إذن المباراة الثانية للفريقين مع انطلاقة إن شاء الله الموسم الرياضي 2021. لكم تحيات مخرجة النقل استاذة كوثر عباس والزملاء جميعا معنا في هذا النقل، سواء النقل الخارجي وهناك في استديوهات القناة الثالثة تلفزيون الكويت. الإرسال الأول لنادي الكويت وخطأ من عبد الله بوفتين. إذن النقطة الأولى لنادي الشباب. الإرسال من لاعب الشباب على طول، استقبال من عماد، وهذه كرة حلوة من البرازيلي محترف نادي الكويت، محترف نادي الكويت البرازيلي إيفاندرو موتا ماركو إيفاندرو. إذن هذا عبد الرحمن العتيبي على الإرسال، 1-1 الشوط الأول. إرسال طويل، استقبال لنادي الشباب، هذه كرة حلوة العسماء لكن خارج الملعب. يدير هذا اللقاء حكم أول نايف الحميدان، ويساعد حكم ثاني الدولي أيضا خالد الحشاش. بالتوفيق للحكام، بالتوفيق للفريقين، والتوفيق للجميع بنقل مباراة جميلة إن شاء الله نشاهدها. وطبعا الفوارق كثيرة أكيد، لكن محاولات نادي الشباب القادم حقيقة هذا الموسم من دوري الدرجة الأولى بعد ما حصل على المركز الثاني طبعا، ومباراة كانت فاصلة أمام التضامن، ويصعد نادي الشباب للدوري الممتاز. إذن النقطة الثانية الثالثة عبد الرحمن العتيبي، استقبال من الليبرو عبد الرحمن، وكرة إلى خارج الملعب، خارج الملعب عبد العزيز نجم أمامنا إلى خارج الملعب. تسعى الشباب اللاعب محمد وليد على الإرسال لنادي الشباب 2-3، والإرسال طويل، استقبال من جاسم الصباغة، يتابعها الشباب، ترتد سهلة الآن لنادي الكويت إلى البرازيلي، قوية، برابو، حلو الدفاع من تسعى اللاعب محمد وليد، وإسقاط كرة من نادي الشباب في آخر الملعب. شايفين فرحة نادي الشباب أيضا. إذن التعادل الآن، حاول عبد الرحمن العتيبي لكن كرة بعيدة يا عبد الرحمن، ما عليه يا عبد الرحمن. شايفين هذه الكرة، شايفين، شوف الإسقاط وين، في مركز واحد ونقطة. الإرسال للشباب والتعادل، هذه كرة عبد الرحمن العتيبي هناك في خلفية البرازيلي، سهلة يشيلها حمزة، تعود مرة ثانية، هذه سهلة، كانت فرصة للشباب أيضا، وبرابو، حلوة من محمد أو حمد عماد لاعب جيد أيضا، نشط، لاعب رقم 18 حمد عماد، ونقطة النقطة 4-3 عبد العزيز نجم الآن على الإرسال. الإرسال عزيز، استقبال جيد، كرة جميلة هذه، حلوة، رابو، أحلى عبد الرحمن العتيبي بدفاع، متميز عبد الرحمن حقيقة بعمليات الدفاع دائما ما نشاهده. هذه كرة ساقطة، المتابعة الآن وتروح سهلة، لا ما في، إلى خارج الملعب. إيفاندرو موتا إذن شوت إلى خارج الملعب، التعادل 4-4. إذن 4-4 الآن النتيجة. الإرسال للشباب 13 عمر داود عقاب أو العمر، خلونا نقول حلوة. إذن عبد العزيز دشتي لنادي الكويت، عبد العزيز حسين دشتي ينجح، هذا هو اللاعب 14 عبد العزيز، و5-4 الآن. والإرسال
إيفاندرو موتا ماركو. البرازيل على الإرسال وخمسة أربعة. ننتظر إرسال جام قوية حلوة ترتد مرة ثانية للكويتي، هناك في أربعة ممكن، لا والله سريعة. عبد العزيز دفاع وحاط صد خلفية، هذه وين؟ هذه وين؟ هذه تتعود مرة ثانية، تعود كرة الآن للكويت داخل الملعب. أيضا حمد عماد ينجح بزاوية، يعني شوف اللاعب يلف بزاوية حقيقة حلوة، يعني طريقة حلوة، يعني لاعب ما يسويها إلا لاعب شوية عملاق طويل القامة باللفة هذه، وتنزل في منطقة الثلث، شايفينها تنزل هناك في مركز أربعة على الشباب، ستة أربعة الآن الكويت. والإرسال لازال عند إيفاندرو البرازيلي، يا سلام برافو. والآن تروح سهلة للكويت، أيضا البرازيلي حاط صد ارتد إلى خارج الملعب من عبد الرحمن، دفاع خاطئ عبد الرحمن تفاجأ فيها. المفترض طبعا ما يتفاجأ في مثل هذه الكرات. الإرسال لنادي الشباب من سبعة نواف سعدون حاط صد، يا سلام حلو برافو يا أولاد. شوف يعني فريق قادم يعني حقيقة من دوري الدرجة الأولى للممتاز، احنا نحييه ونشجع أكيد. إذن سبعة نواف سعدون. الإرسال استقبال جميل، كرة الآن عماد حمد، حمد عماد تعود مرة ثانية، فرصة للشباب، يا السلام برافو حلو الولد برافو. خمسة حمزة، وهذه كرة دفاع جيد، متابعة شوت لا راحت سهلة. إذن ترتد ستة ستة الشوط الأول برافو، وفي حاط صد إلى خارج الملعب. الكرة لامست كابتن فريق نواف مبارك، نواف مبارك رقم عشرة لامسته وراحت إلى خارج الملعب. سبعة الكويت وستة للشباب. الإرسال حمد عماد يلعب كرة طويلة، استقبال ويا السلام حلوة برافو. هذا هو الكابتن نواف مبارك كابتن الفريق بكرة جميلة حلوة حقيقة، استقبال جميل ومثلث جميل يطبق نادي الشباب في هذه الكرة. الإرسال لحمزة، حمزة يلعبها صباغة على طول إلى يا ولد، أيضا الكابتن مبارك نواف مبارك يتصدى لإيفاندرو البرازيلي، وقت مستقطع فني 8-7، يتقدم الآن الشباب على الكويت. نشوف أجمل لقطات البداية ثم نرجع نتواصل معكم. إذن شكراً ونعود نتواصل معكم. أحداث الشوط الأول لازال الشباب بثمانية إلى سبعة لنادي الكويت، بعد ما شفنا أجمل لقطات الشوط الأول لازال، والاستقبال حمد وكرة تنزل عبد الرحمن العتيبي ينجح من نقطة التعادل. إذن هذا عبد الرحمن العتيبي القادم من نادي العربي هذا الموسم مع نادي الكويت. إذن الإرسال لنادي الكويت عند اللاعب عبد العزيز دشتي، كرة إرسال جام وفي الشبك وخطأ في الإرسال. إذن 9-8
إذن الكابتن نواف مبارك على الإرسال للشباب، وكرة طويلة إلى خارج الملعب، خارج الملعب والتعادل. هذا اللاعب 6 فهد راشد، هذه كرة طويلة يشيلها على طول، حلوة حلوة يا سلام، حائط صد إلى نقطة الكويت. إذن الآن 10 يتقدم الكويت. شوف الكرة وين، كرة إلى خارج الملعب طبعا، أو داخل الملعب. هذه كرة من حمزة ويحاول يسقطها، تعود مرة ثانية، وكرة سهلة، المفروض شوية يعلي شوية معد الشباب، وحائط الصد ناجح. 6 فهد راشد، معد الفريق، هذا معد الفريق شوية، ها معد الفريق أبو سمرة لنادي الكويت يتصدى حقيقة رغم قصر القامة، وشايفين هناك على الإرسال يا 10 10 10 10. يلا يا فهد إيش عندك من إرسال؟ إرسال طويل يشيل الصباغة، بوفتين إلى في إيفاندرو موتا. إذن موتا ينجح للكويت. جاسم الصباغة وعبد الله بوفتين، طبعا جاسم الصباغة أيضا يعني كان لاعب في نادي الكويت ثم انتقل إلى كاظمة ثم عاد مرة ثانية إلى نادي كاظمة. هذه كرة طويلة خارج الملعب. إذن نقطة الكرة خارج الملعب، و12 الآن الكويت يتقدم الآن 12 10. عبد الرحمن العتيبي على إرسال، وكرة طويلة يشيلها على طول، وحلوة المتابعة، برابو من دفاع عبد الرحمن. بوفتين طويلة هناك، حمد عماد الدفاع جيد، والمتابعة شوت على العسماوي لكن في الشبك. طبعا نادي الكويت قاعد يعني يريح بعض النجوم يعني مثل عامر سليم، عبد الله جاسم، موجودين في دكة البدلاء يعني، ووقت مستقطع لمدرب نادي الشباب الآن. إذن شكرا، ثم نعود نتواصل معكم في أحداث الشوط الأول. لازلنا و13 إلى 10. نايف الحميدان حكم الدولي حكم أول لهذا اللقاء، وأيضا يساعده خالد الحشاش حكم ثاني. إذن كرة الآن لنادي الشباب، وكرة ساقطة يحطها على طول اللاعب نواف سعدون، يحط له كرة أو خمسة حمزة. إذن حمزة بدر حمزة، هذا طبعا لاعب تونسي محترف في نادي الشباب. هذه كرة والمتابعة لامس الليبرو عبد الرحمن حسين خارج الملعب. حمزة بدر لطفي اللاعب التونسي محترف مع الشباب العسماوي، وإيفاندرو البرازيلي مع نادي الكويت. عبد العزيز نجم، و14 11 فارق 3 نقاط. طبعا الكويت بكرة طويلة، عبد العزيز إلى خارج الملعب. ما أدري يعني أحس شوية الكويت مستسهلين المباراة، يلعبون بهدوء شوية، لكن هذه كرة يعني تعطيك ونعم خبرات يمكن أكثر يميل لصالح نادي الكويت، لكن ما يمنع أن يعني فريق يقدم مستوى. وهذه البرازيلي فيها تاتش أوت، لمسة الحائط ونقطة لنادي الكويت. 15 12 15 إذا 12 يتقدم الآن نادي الكويت، وهذا هو البرازيلي.
البرازيلي إيفاندرو. برازيلي في الشبك، إذن خطأ في الإرسال. إذن اثنين البديل هذا صالح العجمي. إذن صالح العجمي على إرسال لنادي الشباب 13-15. صالح وارسال طويل لعتيبي. طبعا عتيبي هو حلو حمد عماد. حمد عماد وقت المستقطع الفني الآن 16-13 بفارق 3 نقاط، يتقدم الكويت على الشباب في الشوط الأول. إذن نعود نواصل معكم أحداث الشوط الأول. نواصل أحداث الشوط الأول، تقدم الكويت ب16-13. الإرسال حمد عماد. حمد يلعب إرسال طويل واستقبال بعيد شوية، وكرة في الشبك من التونسي حمزة لطفي. هذا هو حمزة التونسي محترف في الشباب. إذن 17-13. الإرسال حمد عماد يلعبها طويلة على طول عبد الرحمن حسين، وهذه فيها لمس، فيها لا خارج الملعب، ما فيها إشارة نايف الحميدان حكمنا الدولي الأول بأن الكرة بعيدة. خلاص بدأ الآن الكويت يسيطر على الأحداث الشوط، بدأ يسيطر على أحداث الشوط. الإرسال لازال عند حمد عماد. حمد ويلعب إرسال على طول عبد الرحمن، سهلة بفتين جاهز، الصباغة إلى إيفاندرو، حائط صد. أيضا نواف مبارك، والله نواف شكله يعني ممتاز، مستغرب ها؟ لا أكيد مثل ما أنت تشوت وتصدى، في لاعبين أيضا قادرين على هذه العملية. نواف هذه للمرة الثانية، نواف مبارك يصيد اللاعب البرازيلي إيفاندرو. عبد الرحمن العتيبي إلى إيفاندرو، أيضا هالمرة من قلبها إيفاندرو، في لمس شبك، إشارة خالد الحشاش حكم ثاني الدولي بأن في لمس على لاعب الشباب بنقطة 19. نقطة 19. إذن أيضا كرة فيها لمسة إلى خارج الملعب. وقت مستقطع، وقت مستقطع لنادي الشباب الثاني. خلاص نعود مرة أخرى، مرة ثانية عبد العزيز دشتي على الإرسال، يلعب كرة داخل خارج الملعب عبد العزيز. الإرسال الثاني الخاطئ يا عبد العزيز. 15-20، 15-20 نادي الكويت.
الارسال مبارك كابتن الفريق امامنا شايفين ضاب الصوره ارسال طويل وحمد ونقطه خطا يعني كان ممكن يتصرف افضل هذه ما تنشات هذه ممكن تساقطها يا مشعل خوالد وعبد الله بوفتين 21 خلاص شوط يعني سيطر عليه الكويت وكرة وحائط صد ثلاثي يتوسطهم عبد العزيز وعبد الرحمن وإيفاندرو البرازيلي 22 هذه كرة لنادي الشباب سهلة ساقطة تنزل سقطها اللاعب أمبا أو اللاعب ثمانية مشعل خالد الآن خروج مشعل خالد وعودة المعد فهد راشد وأيضا سبعة نواف سعد هذه كرة طويلة جاسم الصباغة وثلاثة وعشرين 15 يعني الأمور تقريبا خلاص هذه كرة طويلة أحمد أو حمد عمى وكرة حلوة عبد العزيز نجم خلاص نقطة الشوط الأول إذا سيطر الكويت يعني بعد محاولات نادي الشباب في البداية رغم غياب طبعا مجموعة من لاعبي الكويت أيضا اليوم عبد الله جاسم عامر السليم إراحة يعني حقيقة الإرسال عبد الرحمن العتيبي على طول شيل حسين عبد الرحمن عفوا وكرة ونقطة من التسعة محمد وليد عبد الرحمن الإرسال لنادي الشباب وإلى خارج الملعب خلاص إذن 25-17 ينتهي الشوط الأول بفوز الكويت ب 25-17 أو لا زال النقطة نعم إذن النقطة 24-17 24-17 خلاص هي نقطة الشوط طويلة يشيلها على طول عبد الرحمن ليبرو وكرة ساقطة ونقطة 18 إذن 18 الآن 24 الإرسال طويلة خارج الملعب خلاص إذن ينتهي الشوط الأول لصالح الكويت ب 25-19 وعلى أمل شوط ثاني أجمل أفضل هذه هي طبعا النتيجة النهائية على طاولة التسجيل طبعا والشاشة الآن ينتقل إلى الشوط الثاني يعني خلاص انتهى الشوط الأول شوية ونكمل نرجع مع أجمل لقطات وأحداث الشوط الأول
إذا شكرا للزملاء، نعود مرة أخرى في شوط ثاني معكم بعد تقدم الكويت ب 25-19 الشوط الأول على نادي الشباب. نعود نكمل أحداث الشوط الثاني. نواف الحميدان حكمنا الدولي حكم أول، أيضا الحكم الدولي حكم ثاني اللي هو خالد الحشاش. مراقب الخط، الحكم الدولي خالد الحشاش أيضا ثاني. إذن إرسال طويل وتنزل فيها من الحظ هذه إلى إيفاندرو، قوية إيفاندرو. إذن والنقطة الأولى لصالح الكويت، النقطة الأولى لصالح الكويت الآن. عبد الله بوفتين على الإرسال لنادي الكويت، يلعب كرة طويلة يشيلها على طول حمزة، وهذه كرة نازلة كرات اللي نازلة في لمس شبك، في لمس شبك على نادي الكويت 1-1. إذن 1-1 الإرسال لنادي الشباب. محمد وليد على الإرسال لنادي الشباب والتعادل. والشوط الثاني الإرسال طويل، جاسم الصباغة على طول وإلى البرازيلي، قوية كرة حلوة تنزل مرضية الملعب. إذا النقطة الثانية لنادي الكويت. عبد الرحمن العتيبي على الإرسال لنادي الكويت، وكرة طويلة من عبد الرحمن، متابعة الآن والتونسي ينجح حمزة لطفي. إذن يأتي بنقطة لنادي الشباب، التعادل 2-2. الإرسال لكابتن الفريق نواف مبارك طويلة نواف خارج الملعب يا نواف، أو هذا مو نواف، هذا عبد الرحمن جاسم، كرة طويلة خارج الملعب ونقطة لنادي الكويت. وعبد العزيز نجم الآن على الإرسال، 3-2 الشوط الثاني. هذه كرة طويلة وخطأ في الاستقبال، بعيدة محاولة الليبرو عبد الرحمن حسين بعيدة إلى خارج، هذا هو عبد الرحمن حسين. عبد العزيز نجم على الإرسال، 4-2 الآن. كرة طويلة من عبد العزيز، المتابعة وكرة خارج الملعب، وايضا لاعب خلفي مع الارتقاء ما يجوز، لاعب خلفي شفنا اشارة الحكم. اذا 5 وعبد العزيز نجم امامنا، نجم طويلة عبد الرحمن، حمزة يشيلها الى حمزة، وايضا حمزة ينجح لنادي الشباب. حمزة هذا هو التونسي محترف في نادي الشباب. و7 الآن على الإرسال، نواف سعدون، نواف سعدون يلعب العسماوي، العتيبي يشيل إلى حمد عماد، قوية وين وديتها يا محمد يا وليد. 6-3 الآن، والكويت يتعامل بهدوء بطبيعة المنافسة، هناك فوارق يعني. هذا هو البرازيلي إيفاندرو بكرة قوية، وين يا حمزة طولتها برا، حمزة كرة قوية إلى خارج الملعب ونقطة. هذا هو حمزة التونسي، و7-3 إيفاندرو لازال على الإرسال، إيفاندرو على الإرسال. إرسالات جنب قوية من إيفاندرو، شوف قوية وين وصلت الكرة فوق على المدرجات خارج الملعب. 8-3 إذن يتقدم الكويت الآن بسهولة في هذا الشوط إلى الآن. ننتظر نرجع وقت مستقطع.
إذن يعود الفريقين، هذا هو كابتن خالد بن العيد مدرب نادي الكويت، وإيفاندرو بكرة إرسال، إرسالاته قوية وتعامل دفاع أو استقبال فريق الشباب غير موفق بثلاث كرات متتالية، يعني استقبال خاطئ. إذن 9-3، 9-3 الآن، لازال إيفاندرو على الإرسال. إرسال أيضا، هذا الإرسال الرابع على التوالي أيضا ينجح. هذا إيفاندرو موتا ماركو، جايين محاولات أيضا سلطان، أول لاعب اللي هو فهد راشد، فهد راشد معد الفريق. وقت مستقطع لمدرب نادي الشباب الآن الأول. إذن نعود بعد وقت مستقطع، لازال لإيفاندرو صاحب الإرسالات قوية، لاعب برازيلي طبعا محترف، يعني مثل طبعا في سنوات سابقة منتخب البرازيل أيضا حقيقة، وكرة قوية شايفين الآن. حمزة، حمزة يلعب كرة يشيلها إيفاندرو، وهجوم سريع المتابعة، والشباب سهل الصباغة يشيلها سريعة، متابعة الشباب إلى حمزة، وكرة إلى خارج الملعب ما فيها لمسة، يطالب في تاتش أوت لكن كرة طويلة بعيدة. وعشرة، سيطرة واضحة في هذا الشوط لنادي الكويت، لم يعطي فرصة طبعا لنادي الشباب للأمام، لم يعطي فرصة الآن. إيفاندرو وإرسال قوي أيضا يشيل المرة، وهجوم خلفي صباغة، برافو دفاع جيد إلى العتيبي، ودفاع جيد أيضا من تسعة محمد وليد السعدون، وهذه كرة دفاع جيد هالمرة، وهذه محاولة يعني واضحة كان ممكن يشوت أفضل، وإيفاندرو خلصها على طول. يعني كان ممكن أشوت، يعني فريق قدامك يعني ما هو الفريق السهل عشان تعطيه كرات سهلة، محاولات حقيقة محمد وليد في عملية الاستقبال والدفاع لنادي، شوف محاولاته لكن الكرة قوية ما عليها وليد، محمد وليد. و 12-3 فارق كبير، كويتي يسيطر في هذا الشوط، يعني عكس الشوط الأول بدأ الشباب تراخى شوية النادي الكويت، لكن الآن فهم يعني الموضوع انه ما يحتاج تراخي في الكرة، تعطيها تعطيك، وهذه كرة الآن إلى، يا سلام، برافو حمد، حمد عماد، في حمد كرة جميلة من حمد عماد، لاعب رقم 18 شايفين، لاعب قصير لكن عنده ارتقاء جيد حمد عماد. الإرسال و 13-10، سيطرة واضحة لنادي الكويت طبعا. الأسبوع الثاني، هذه كرة والمتابعة راح تروح سهلة، ممكن سهلة لنادي الكويت، هذه سريعة، هذه سريعة خلفية ودفاع، وبعدين الكرة وين، هذه ترجع إلى نادي الكويت سهلة أيضا، الدشتية بفتين حطها بلعبات المعتادة، يعني هذه لعبات عبد الله بفتين المعد لنادي الكويت، هذه شايفين، شوف شوف اللفة على طول، ومع أنها بعيدة عن سن الشبك، يعني أحيانا لما تكون قريبة جدا يقدر يتصرف بشكل أفضل. لا زال إيفاندرو على الإرسال حقيقة، و 14-3 يعني نتيجة عالية وتقدم صريح صريح، خلاص خلاص 6-7 إرسالات كفاية إيفاندرو، ها يعني
وإرسال خاطئ. 15-4 نتيجة كبيرة. نتيجة كبيرة. هذا هو حمد، حمد عماد، الكويت على الإرسال. وين هناك صعبة تعود، وكرة سهلة الآن لنادي هذه مبارك، لا عطاها على طول فيها لمسة، المتابعة جيدة محمد عماد، وكرة خلفية إيفاندرو، إيفاندرو وفيها نقطة لنادي الكويت. 16-4 فارق كبير وسيطرة كاملة في الشوط الثاني لصالح الكويت. وقت مستقطع فني شوية ونرجع. إذن شكرا للزملاء، نعود مرة أخرى. أحداث الشوط الثاني 16-4 يتقدم الكويت إن شاء الله يوم الأحد، الجولة الثالثة يوم الأحد كاظمة والجهرة، يوم الاثنين العربي أمام الشباب، الكويت أمام القادسية، وكرة وحائط صيد ثلاثي من نادي الكويت. الآن أترك المجال لزميلي عادل الحربي يعني يأخذكم معاه في أحداث الشوط الثاني، ثم نتواصل إن شاء الله. سعد عادل الحربي لك المايك والتوفيق. حبيبي معلقنا غزاي العنزي يعطيك العافية، وإرسال قوي من نادي الكويت وإلى داخل الملعب. وقت فني أو وقت مستقطع لنادي الشباب. إرسال نادي الكويت الآن، نتيجة 18-4 لصالح نادي الكويت، تقدم شاسع لنادي الكويت في هذا الشوط. وإرسال نادي الكويت، استقبال جيد، إعداد كرة داخل ملعب نادي الكويت من اللاعب أيضا في نادي الشباب نواف سعدون. إرسال أيضا عن نادي الشباب، إرسال من اللاعب رقم 10 عمر داود، واستقبال جيد من نادي الكويت، وسلطان خلف في داخل الملعب. حلو سلطان خلف في مركز 4. سلطان خلف الكل عارف أن سلطان خلف يمتاز في مركز 2، ولكن تم تحويله إلى مركز 4. عزيز على الإرسال من نادي الكويت، إرسال عزيز، استقبال الشباب، إعداد جيد وضرب إلى خارج الملعب. حلو نادي الشباب في الآن نقطة لنادي الشباب. إرسال صالح من نادي الشباب،
صالح العجمي على الإرسال، إرسال وإلى خارج الملعب، وإلى خارج الملعب. 20-6 نادي الكويت. كابتن الفريق فيصل العجمي على الإرسال، متقدم الأبيض في هذا الشوط، وإرسال العجمي، استقبال الشباب، كرة سيئة، إعداد سيء، وضرب من الخلف وحلوة، تصرف جميل أيضا من لاعب نادي الشباب محمد عبد الرحمن، ولآخر ملعب الكويت، ونقطة لصالح نادي الكويت. إرسال نادي الكويت، نادي الشباب، محمد على الإرسال، إرسال ولكن إلى خارج الملعب. نادي الشباب الشوط هذا يغيب أيضا، عدم التركيز لنادي الشباب. الشوط الأول أفضل لنادي الشباب. سلطان خلف الخبرة في نادي الكويت، سلطان خلف من نادي الكويت، إرسال في مركز واحد، إرسال إعداد، ضرب أيضا من سعدون وداخل ملعب نادي الكويت. الشباب على الإرسال، عبد الرحمن جاسم، وإرسال، استقبال الصباغة، إعداد العجمي، وعزيز إسقاط خلف حواط الصد، وإعداد أيضا، الكرة في ملعب نادي الكويت وضرب إلى خارج الملعب، أو هنا الحكم أيضا يحسب هذه الكرة أنها تم دخولها في داخل الملعب. حكمنا الدولي نايف الحميدان، وفي الإعادة أيضا إفادة. حلو، إرسال، استقبال جيد، وأيضا إعداد وضرب حلو من سعدون، سعدون الرشيدي، اللاعب الأشول في نادي الشباب. إرسال سعدون، إرسال جيد ولكن إلى خارج الملعب من سعدون. 23-9 لصالح نادي الكويت. نقطتين على نهاية هذا الشوط. البرازيلي، موتو البرازيلي على إرسال، إرسال غاوي هذا الإرسال، واستقبال جيد وإعداد جيد وضرب من المحترف التونسي لدى نادي الشباب، حمزة بن لطفي، إرسال حمزة أيضا، رقم 5 من نادي الشباب، إرسال، استقبال سلطان، إعداد العجمي، ميتو ولكن حواط الصد، إعداد جيد، ومن خلف أيضا حمزة، استقبال من البرازيلي، وسلطان خلف بالذكاء والخبرة، وأيضا تعود مرة أخرى العجمي وأيضا إلى داخل الملعب، إسقاط من محمد، و 14-10 لصالح نادي الكويت. نشوف هذا الإعادة في هذا الإسقاط الجميل. يعطيكم العافية مصورينا على هذا الإخراج المميز. إرسال، استقبال من الشباب، إعداد، وأيضا لمس هناك على سلطان خلف. إرسال من نادي الشباب، نواف الكابتن على الإرسال، إرسال، استقبال الصباغة، إعداد العجمي، موتو من الخلف، وأيضا كرة النهاية، وينهي هذا الشوط موتو البرازيلي لصالح نادي الكويت 25-11. كهوة شوفوا معانا موتو، الله الله يا موتو من البرازيل، ها
إذن شكرا ونعود مرة أخرى معكم في أحداث الشوط الثالث. شكرا للكابتن عادل الحربي مداخلته معانا في أحداث الشوط الثاني، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق ويكون يعني على قدر إن شاء الله في التعليق ويأخذ يعني الفرصة والنجاح إن شاء الله، نتمنى حليفك إن شاء الله. إذن نعود معاكم لكم الأحداث الشوط الثالث. شوطين إن نادي الكويت سيطر الشوط الثاني حقيقة، نادي الكويت سيطرة كاملة، حاول الشباب وعدل يعني النتيجة شوية منطقيا، خلنا نقول 11-25. هذه كرة أولى وفي فيلنس أو تجاوز على اللاعب الكويت، والنقطة أولى لنادي الشباب. يعني هل يقدم شيء الكويت أو الشباب الآن؟ ستة فهد راشد المعد يلعب رسالة طويل، عبد الرحمن العتيبي ونجم يحطها، المتابعة إسقاط من عبد العزيز نجم، كرة سهلة طبعا يقيب مثل ما قلنا عبد الله جاسم وأيضا عامر السليم، ها يعني استراحة محارب في هذه المباراة شوية. وسلطان خلاف الآن على الإرسال 1-1 الشوط الثالث، هل ينهي سريع أم الشباب يقدم يعني على الأقل شوية؟ لكن تعود الكرة لازالت متداولة، وإبراهيم صفر يعود الآن وكرة قوية تعود وين؟ خارج الملعب يا كابتن، ولكن يعيدها وكرة على طول عبد العزيز نجم من العالي على طول يسقطها ويتابعها. أيضا دخول فيصل العجمي، أيضا دخول فيصل العجمي كابتن الفريق لنادي الكويت بديل عن عبد الله بوفتين. وسلطان خلف 3-2 إرسال سلطان خلف يلعب كرة طويلة يشيلها على طول الشباب، خلفية حمزة وينجح التونسي للشباب بالتعادل 2-2. هذا هو حمزة، كرة تسعة فهد راشد أو تسعة محمد وليد، فهد راشد 6 معد الفريق، ومحمد على طول يلعب كرة، إبراهيم صفر وخلفية في آخر الملعب هناك في مركز واحد إيفاندرو موتا، ماركو ينجح ونقطة 3-2. هذا هو ماركو إيفاندرو موتا، طويلة يلعبها عبد العزيز نجم، استقبال وكرة ساقطة سهلة يشيلها على طول فيصل العجمي إلى موتا وإلى خارج الملعب من البرازيلي بهجوم دفاع خاطئ من الشباب 4-2. وهذا هو إيفاندرو موتا ماركو، إرسال طويل يشيلها على طول خلفية إلى حمزة، حمزة وين؟ بعيد، هذا مو حمزة، هذا محمد وليد بعيد الكرة. أعتقد يعني نادي الكويت يلعب بهدوء ونجم على طول يشيلها الليبرو عبد الرحمن حسين، وحلو هذه كرة حلوة لكن دفاع جميل أيضا، ومرة ثانية أيضا إلى حمزة على طول لطفي يضع الكرة في الملعب ونقطة رقم 3. إذن 3 للشباب 5 لنادي الكويت. الإرسال الشباب كرة قوية شيل إبراهيم صفر حلوة العتيبي، لا ترتدي عتيبي ونقطة، هل هي لامست؟ إذن أعتقد الكرة ارتدت من الشبك، ما نشوف اللقطة إذا ممكن جايفين الكرة، ما أعتقد لامست لاعبي الشباب الحائط، لكن شنو قرار الحكم؟ يمكن
أقرب. إذن الحشاش يعطي إشارة لنايف الحميدان بأن الكرة لامست. إذن ستة ستة ثلاثة. إيفاندرو موتا ماركو على إرسال الجنب العالي للشبك. الشبك ونقطة رقم أربعة. الشباب يعني مع بطل مثل النادي الكويت بطل الموسم دوري وكاس الموسم الماضي يتمنى نفسه بأن يقدم يعني لقطات يقدم شوط يعني يرضي نفسه يرضي متابعينه يعني يعني كرة والشبك. شوف هذه أيضا في الشبك يعني الكرة هذه في الشبك أيضا. شوفوها شوفوها شوفوها. شكرا شكرا. شايفين كرة ارتدت من الحافة من الشريط الأبيض وإلى خارج الملعب. شكرا لمخرجتنا أستاذ كوثر وللزملاء التصوير والجميع المعدين والكل متعاون ويعني. وهذه كرة هناك إلى العتيبي. هذه من قلب العتيبي بكرة قوية ينجح فيها عبد الرحمن العتيبي. وستة خمسة. إذن ستة خمسة. شوف 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 كرة قوية حاول فيها عبد الرحمن حسين. زعلان على الكرة لكن قوية يا حسين يا عبد الرحمن حسين. العتيبي الآن على الإرسال لنادي الكويت. ممكن ممكن يعني ممكن الشباب ياخذ نقاط في هذا الشوط. هذه كرة قوية ودفاع خاطئ أيضا من إيفاندرو ونقطة للشباب حلوة قوية. حمزة أمامنا. شوف الكرة هناك إلى حمزة لطفي ولامست عبد العزيز دشتي إلى خارج الملعب. حمزة على الإرسال وستة الكويت خمسة الشباب. إرسال طويل العتيبي يشيل إلى إيفاندرو وأيضا لمس وإلى خارج الملعب ونقطة لنادي الكويت. سبعة سبعة ستة الآن. سبعة ستة سبعة ستة. إذن هذا هو إيفاندرو موتا ماركو. إذن في خطأ أيضا ترى في التسجيل. خلونا نتأكد من طاولة التسجيل. طاولة التسجيل نشوف ال إذن ثمانية ثمانية ستة. وقت مستقطع وقت مستقطع. شايفين النتيجة ثمانية ستة لذلك إشارة إذن وقت مستقطع فني. نعم فني أول وقت مستقطع فني أول. إذن نعود مرة أخرى نكمل أحداث الشوط الثالث. الكويت بثمانية إلى ستة. الشباب دشتي في الشبك يخطئ. والله إرسالك إرسالاتك كثيرة خاطئة يعني كل إرسالاتك عبد العزيز إلى الآن خاطئة. يجب أنك تركز على الإرسال يعني عملية الهجوم والضرب وهذه تحتاج إلى إرسالات أكيد. إرسال إذن الشباب من الكابتن. هذه كرة الآن و في لمس على عبد العزيز نجم من خالد الحشاش الحكم الثاني. اللفة شوية قوية يا عبد العزيز يا نجم. شوفوها شوفوه شوف شوف ايده شوف الكف الكف لامس الشريط الأبيض. شكرا شكرا على الصورة. ومبارك لازال نواف مبارك تعادل الآن. قلت لك يعني الكويت متوقع في الشباب عفوا في هذا الشوط ممكن ياخذ بعض النقاط. هذه كرة من إيفاندرو يأتي بنقطة قوية إلى خارج الملعب لامس وإلى خارج الملعب. هذا هو إيفاندرو موتا ماركو. فيصل العجمي كابتن الفريق ومعد الفريق على الإرسال يلعب في هذا الشوط بديل عن عبد الله بوفتين
وتعود خلفية حمزة شهلش إلى إيفاندرو إلى سلطان. هناك سلطان حائط الصد، العتيبي يرجعها إيفاندرو وين برا فيها في صافرة، في صافرة الحائط يعني لامس الشبك، هي كرة طويلة خارج الملعب. شوف شوف الكرة هني، لكن في لمس شبك هني يمكن أوضح شوية. شوفوا اللمس، شايفين اللمس الشبك. شكرا شكرا على الصورة. وهذه كرة تعود وعشرة ثمانية أربع كرات، أربع كرات نعم ارتدت من الشريط الأبيض والنقطة 11. إذن هل هي عشرة 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 ثمانية؟ الكرة ما فيها شيء يعني ارتدت من الشبك، شوفوها يعني هكا لامست وارتدت. وهل تطالبون يعني شوف هل لا لا هي اخذت ارتفاع فقط لم تلامس. حمزة طبعا التونسي ايضا يقول لا اخذ رأي الحكم الثاني. شوف شنو رأيك يا خالد الحشاش، خالد الحشاش الحكم الثاني مع الحكم الاول، هذا نقاش الحكام الدولي الميدان والحشاش. إذن إعادة، إعادة للكرة، إذن 9-8 نرجع في النقطة أو 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 خلينا نتأكد هل هي 10 لا زالت 10-8. نعم إذن لم تسجل النقطة ولا زالت النتيجة 10 للكويت 8 الشباب. والعجمي يلعب كرة طويلة يشيلها على طول عبد الرحمن، هذه كرة خلفية لكن متابعة من العجمي وفيها خطأ. نعم كرة مزدوجة، شايفين إشارة الحكم بالإشارة بإصبعين يعني كرة مزدوجة. 9-10 الكويت تتقدم فارغ نقطة، ممكن يكون هذا الشوط أفضل للشباب كنتيجة، كنتيجة راح يكون أفضل أكيد لنادي الشباب. الإرسال طويل، المعد طولها بعيد، فهد راشد وديتها بعيد يا فهد. ونقطة 11-9 الآن، 11-9 سلطان خلف على الإرسال الكويت، سلطان خلف لنادي الكويت يا على الإرسال. على فكرة يعني راح أقول لكم هذه كرة وتعود لنادي الشباب الآن، هل يعود بنقطة؟ تعود مرة ثانية لا زالت متداولة، يخلصها ولا إلى خارج الملعب، خارج الملعب على العسماوي على طول نواف سعدون. هذا حمزه لكن اللي شات سبعه نواف، شايفين نواف وخارج الملعب. سلطان خلف على فكره اول ما يعني بدايته في كره الطائره كان مع نادي الشباب، سلطان خلف مع نادي الشباب ثم طبعا انتقل الى نادي كاظمة ثم استقر الان في نادي الكويت. هذا سلطان خلف الاسمراني على الارسال لاعب المنتخب. و 13-9 الآن، 13-9 وسلطان هذا هو اللاعب اللي بدأ حياته في كرة الطائرة، لاعب لنادي الشباب ثم انتقل لنادي كاظمة ثم عاد واستقر الآن مع نادي الكويت. وهذا مدرب نادي الشباب يطلب وقت مستقطع الآن. صورة على نادي الكويت والمدرب خالد بالعيد وأجمل لقطات وأحداث الشوط الثاني. إذا نعود والإرسال على السريع مع سلطان خلف، هذه كرة حلوة لكن بعيد 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 خارج الملعب، كرة كانت قوية لكن ممكن قوي حلو ها يعني يبي لك شوية حنية يعني كرة حلوة
تبي حنية، تبي تفاهم مع الكرة. لا زال سلطان و14-9، يبدأ الفارق الآن يزيد شوية، وهذه كرة لحمزة قوية، منطقة الخلفية وارتقاء وهجوم ونقطة لنادي الشباب، يعود بعشر نقاط الآن. هذا هو حمزة التونسي محترف حقيقة لنادي الشباب. 9 محمد وليد، محمد وليد للشباب على الإرسال، يلعب كرة طويلة، محمد يشيلها عبد الرحمن العتيبي، وفيها لعبة، شوف يعني لمسة على الزاوية الصعبة آخر على طرف الملعب ينجح فيها، شوف 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 اللفة، هو مجرد لمس سهل ويكسب فيها نقطة. 15 إيفاندرو موتا ماركو، هذه كرة الآن تعود وقوية، برافو. 7 ينجح أيضا نواف سعدون، على فكرة نواف سعدون كان لاعب سابق أيضا في نادي الفحيحيل وانتقل لنادي الشباب. 11 على إرسال لعبد الرحمن جاسم، يلعب كرة عبد الرحمن، يا سلام عليك يا إبراهيم يا صفر لبرو الكويت، والعتيبي المتابعة وسهلة تروح، هذه سريع هذه سريع، لا أعطاها العتيبي لكن ما عدت ويا نواف، وأتى بنقطة ل 12-15 للشباب. قلت لك يعني ممكن الشباب بهذا الشوط يعني يعدل النتيجة، يعني يطلع بنتيجة طيبة، خلونا نقول يعني الأمانة هناك فوارق كثيرة. هذه كرة قوية والمتابعة العتيبي الآن سهلة، وين الكرة سهلة للشباب، فيها لمسة ونقطة أيضا للشباب، أيضا نقطة للشباب، و 13-15، شوف 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 كرة في أرضية الملعب ولامست أيضا، شوف لا لامست لامست ليس بأرضية الملعب، لامست حائط الصيد، وهذه كرة ولا زال الكابتن على الإرسال للشباب، هذه إلى إيفاندرو قوية هناك مركز واحد ويأتي بنقطة. إذن 16-13 فارق 3 نقاط، الوقت مستقطع الفني الثاني في الشوط الثالث، شوية ونرجع نواصل معاكم. إذن نعود معكم متابعينا، والشوط الثالث وإيفاندرو موتا ماركو على الإرسال لنادي الكويت الآن يتقدم، هل يعني يعدل ويطلع بنتيجة جيدة نادي الشباب؟ ماذا أتوقعها حقيقة؟ معطيات يعني الأداء، هدوء لاعبين الكويت يعني بشكل ضمان، لأن حقيقة مع احترامي نادي الشباب القادم من فرق الدرجة الأولى بعد يعني صعودا ومع الدوري الممتاز، يحاول أن يعطي صورة على الأقل ترضيه بشكل ترضي اللاعبين بشكل مناسب وقدراتهم، هناك خبرات أكيد في نادي الكويت رغم أنه يلعب الآن بمجموعة أيضا يعني جيدة، مع غياب مجموعة من اللاعبين لكن الموجودين أيضا لديهم من الخبرة الكثير. ما هو النقاش مع طاولة التسجيل هناك و 16-14. إذن الإرسال للبديل صالح، والعجمي يعني يا صالح نزلوك عشان تلعب رسال
لكن يا صالح وديته برا وإرسال غير صالح للنقاط. إذا النقطة 17-14 عبد الرحمن العتيبي القادم الجديد في هذا الموسم مع الكويت. هذه كرة خلفية حلوة حلوة ولمس وخارج الملعب ونقطة لنادي الشباب. إذا الشباب الآن بنقطة 15. شوف يعني 15-17 وممكن على هذا المنوال ممكن حلوة من العجمي. هذا هو واحد الخبرة يعني لاعب سابق منتخب وخبرة كبيرة. لاعب منتقل طبعا لاعب بنادي الجهرة بدايته ثم انتقل إلى نادي الكويت ولا زال يعني فيصل من نجوم كرة الطائرة الكويتية حقيقة وقدم مستويات كثيرة مع المنتخب مع نادي الجهرة وأيضا مع الكويت. كرة وإرسال قوي وهذه كرة الآن للشباب وداخل أرضية الملعب ينجح اللاعب محمد وليد. محمد وليد هذا شايفين محمد عبد الرحمن محمد وليد عبد الرحمن والكابتن نواف مبارك على ارسال 16-18 ارسال طويل برا هذا ثاني ارسال ثاني ارسال على التوالي لنادي الشباب. انت محتاج يعني الارسال ممكن يعني شوت ممكن استقبال خاطئ ممكن شوت برا ممكن بالشبك امور كثيره لكن انت عليك انك تؤدي الارسال بشكل صح. هذه كره من فيصل العجمي خلفيه على الخط نعم على الخط لكنها برا. اشاره المراقب الخط يقول لك برا محمد وليد اعتقد هو محمد وليد او هذا 11 عبد الرحمن جاسم عبد الرحمن جاسم و 20-16 العجمي برا. العجمي ارسال خارج الملعب نقطة 17 ممكن يعني تطلع النتيجة إلى 20. الشوط الأول 25-18 الكويت 25-11 الكويت. الشوط الثاني الآن 20-17 هل يطلع بنتيجة مرضية؟ هذه هي النتيجة أمامنا وأيضا شاشة الصالة يعني موجودة في أرضية الملعب. الارسال للمعد فهد راشد للشباب الارسال طويل لعتيبي وكرة قوية برافو الدفاع حمزة تروح بعد الدفاع الجميل حرام تروح كرة سهلة ومحمد سيار العنزي ايضا بديل بدخوله الان يشارك مع زملاء نادي الكويت 21-17 كان ممكن الشباب نشوف كان ممكن الشباب يعني الكرة الماضية كان ممكن يقدمها بطريقة أفضل ويأتي بنقطة ويعدل النتيجة للأمانة. سلطان خلف سلطان طويلة سلطان يشيلها على طول عبد الرحمن ليبرو الشباب وصفر على طول ليبرو وهذه كرة من العنزي تعود مرة ثانية هذه كرة ومتابعة لا زالت من الداولة صعبة هذه تروح سهلة سهلة الشباب هل يخلصها حمزة ما حد خلص وضاعت الكرة وين شوف كان ممكن تاخذها من فوق لكن هو لاعب خلفي على فكرة ما يقدر يتصرف تفاجأ فيها وراحت برا هو 22-17 شوف او هذا كان ممكن يا 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 عبد الرحمن انت شوية طويل كان ممكن تاخذ الكرة من اعلى الشبك وتستفيد من قدوم الكرة لك بهذه الطريقة. وقت مستقطع لمدرب نادي الشباب خلاص اعتقد انهى اوقات المستقطعة الان و 17-22 ارسال لنادي كويت وسلطان خلف
سلطان خلف، شوف سلطان يلعب كرة طويلة على طول يشيلها محمد، سهلة من حمزة ترجع إلى صفر، وكرة في لمس الشبك. إشارة نايف الحميدان حكمنا الدولي يقول لك أحد لاعب الشباب، يعني ممكن نشوفها. شوف 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 إذن كرة، وتعود مرة ثانية، خلونا نشوف تروح سهلة للكويت، وعلى طول عبد العزيز نجم خلاص. إذن يعني 24-18، هل يأتي بالثمنتعش 17؟ هل يأتي بالثمنتعش نادي الشباب؟ هل يأتي بالنقطة 18 ويكون نتيجة الشوط الأول؟ خلونا نشوف. سلطان خلف ممكن، سلطان جاب نقطة 18، نعم. إذن لا زالت هي نتيجة الشوط الأول، هل ممكن يأتي أيضا بنقطة؟ لكن الكويت خلاص نقطة الشوط والمباراة 24-18 مباراة. هذه كرة الآن طويلة، وخلاص إذن ينهيها ونادي الكويت. مبروك نادي الكويت، هارد لك لنادي الشباب، وحاب إن شاء الله أوفر المباراة القادمة. الكويت راح يلاقي إن شاء الله يوم الأحد القادم، يوم الاثنين مع القادسية، الكويت والقادسية يوم الاثنين، العربي مع الشباب يوم الاثنين، يوم الأحد كاظمة مع الجهرة، هذه مباراة الأسبوع الثالث القادم إن شاء الله. لكم مني أطيب التحايا، محدثكم غزال العنزي، وأيضا مخرجة النغل أستاذة كوثر العباس، وإلى زملاء مصورين وفي استوديوات النغل الخارجي وهناك في قناة الثالثة في تلفزيون الكويت، للجميع منكم لكم تحية ومشكورين على جهودكم معنا وتواصلكم. شكرا لمتابعتكم أحبائي، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.